راحت لحد باب بيتها ونصحتها قبل ما تتجوز ابنها، والكلمتين بتوعها كانوا سبب موافقتها. وفي ظرف 3 شهور العش بقى فارغ عليها، وبقت موجة عواطف وعارفة إن دي سنة الحياة. كلامي هنا عن الملكة رانيا الأم والحماة، وحكايتها تسمعوها معايا لأول مرة. يا ترى إيه هي نصيحة الملكة رانيا للأميرة رجوة آل سيف قبل ما تتجوز ابنها ولي العهد؟ إزاي رجوة اقتنعت وعملت بالنصيحة دي مع أول مطب في حياتها بعد تسريب صور شهر العسل؟ ليه الملكة رانيا بتعاني الفترة دي من فراغ بسبب ولادها؟ خليكم معايا في الفيديو ده وأنا أقول لكم تفاصيل الحكاية. الملكة رانيا شايفة إن الوقت عدى بيها بسرعة، ولادها كبروا وده أمر مخيف بالنسبة ليها. شايفة إن مهمة الأمهات يخلوا بالهم من أطفالهم لحد ما يخرجوا للعالم، لكن الموضوع مش سهل خالص علشان ده يحصل لدرجة إن ولادها كبروا. ومن أول أواخر مارس لحد أواخر يونيو حصل عندها فراغ أسري، وده اللي شرحته بالتفصيل. الملكة رانيا بتقول: أنا جوزت بنتي لأميرة أمان، الموضوع كان فيه تخطيط وترقب، ودي أول عروسة للعيلة. كان الموضوع في مزيج من المشاعر، في فخر إنك بتخرج امرأة قوية وبنتك بتلبس الفستان الأبيض. هي مستقلة بس بتفرح لفرحها، وفي نفس الوقت حزين علشان هي بتسيب البيت وبتمشي، وده طبعاً المكان اللي عاشت فيه طفولتها وشبابها وكل ذكرياتها. فالموضوع في كمية مشاعر كبيرة ومختلطة، هي مش مستعدة للحظة دي خالص. الملكة رانيا قالت إنها وقفت جنب ولادها لحد ما بقوا حاجة كبيرة جداً، ولسه مكملة دورها، يعني ولي العهد الأمير الحسين خريج أكاديمية جورج داون والأكاديمية العسكرية في إنجلترا. كمان الأميرة إيمان اتخرجت من جورج داون وبعدين جامعة بارسونز للتصميم في نيويورك، والأميرة سلمى اتخرجت من جامعة كاليفورنيا الجنوبية، وابنها الأمير هاشم خلص الثانوية وبيستعد أن يدخل الجامعة. الموضوع ما وقفش عند إيمان اللي اتجوزت بس، كمان في الأمير الحسين ولي العهد واللي اختار أنه يتجوز الأميرة رجوة آل سيف، هي من السعودية. وقتها ناس كتير اتكلمت عن الجوازة دي، وحضرها أمراء وملوك في دول العالم المختلفة. مش بس كده، ده اتعمل فرح على أكتر من يوم، والشعب الأردني كله كان فرحان وكلنا شفنا الزفة، وعلشان كل واحد بدأ يشق طريقه في الحياة بعد ما كبروا. ده اللي خلى الملكة رانيا لعبد الله تحس إن العش بقى فارغ. ما ينفعش الملكة رانيا تبقى في مقابلة وما تتكلمش عن تربية ولادها في ظل وجود الهاتف المحمول والتكنولوجيا دي كلها، وعلشان دي غيرها الخبرة بقى اللي اتعلمتها في تربية أبنائها. قالت إنها عملت حالة من التوازن بين التربية واستخدام التكنولوجيا، هي ما كانتش تقدر تحارب الظاهرة دي، وكان لازم تعمل معادلة علشان ده العالم اللي موجود حوالينا بشكل كلي. أيوة في تكنولوجيا، بس الأهم هو التربية على القيم وضبط النفس والثقة في نفسهم والانضباط، وكل الأمور دي هي اللي هتحدد طريقة تفاعلهم مع التكنولوجيا. تخيلوا بقى أن في نصيحة ما تكلمتش عنها الملكة رانيا، بتقول إنها وهي رايحة تخطب لابنها الأمير الحسين اتكلمت مع الأميرة رجوة وقالت لها إن مفيش قبول 100%، لازم هتلاقي أشخاص مش هيوافقوكي، ونصيحتي ليكي بلاش تبصي على التعليقات اللي بتتقال على السوشيال ميديا، ما تقريهاش أصلا علشان ده هيخليكي تشكي في نفسك. بتكمل الملكة رانيا كلامها إن أكيد في سلبية، لكن ده مش متعلق بيك يا رجوة، ده متعلق بأشخاص تانيين مش راضيين وقتها عليكي، بس التركيز على اللي انت عاوزاه علشان ثقتك في نفسك ما تتهزش، كمان معنوياتك هتتأثر. وفي النهاية لازم نطور من عادات صحية علشان استخدام التكنولوجيا، وده لازم يتعامل مع الأطفال وقت تربيتهم، مش بالضرورة يستغنوا عن تليفوناتهم المحمولة، لا يستخدموها صح علشان يتحقق التوازن.